كاتب التاريخ ليس جاهز لأرقام إيرلينغ هالاند. كاتب التاريخ اعتزل كتابة التاريخ من بعد إيرلينغ هالاند. مستحيل. ماذا يفعل هالاند؟ إيرلينغ هالاند أصبح هو أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 3 هاتريك في 8 مباريات فقط. 3 هاتريك. تعرفوا ما قبل هالاند أسرع لاعب سجل 3 هاتريك في الدوري الإنجليزي؟ كانت في 48 مباراة. في 48 مباراة سجل 3 هاتريك. يعني بذلك هالاند عادل رونالدو بعدد الهاتريك في الدوري الإنجليزي ب3 هاتريك. لكن الفرق بينهم أكثر من 220 مباراة. سجل يا كاتب التاريخ، سجل هذا الرقم الصعب. إيرلينغ هالاند يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 3 هاتريك متتالي في أرضه. ولكن السؤال، من سيحطم هذا الرقم الصعب؟ ما شاء الله، هالاند لعب 8 مباريات هذا الموسم فقط، سجل منها 13 هدف. أوقفوه أرجوكم.